إنما يجري في عدن من فوضى وإقلاق للسكينة العامة وقطع للطرقات وتحريق للإطارات وتخريب للممتلكات العامة والخاصة واعتداء على الجنود وأفراد الأمن. هذا ليس من سبل المطالبة بالحقوق والخدمات وليس من العلاج النافع، وإنما هذه الأمور وهذه الفوضى تزيد الأوضاع سوءاً والأمور تعقيداً. فاتقوا الله وحافظوا على السكينة العامة وحافظوا على الهدوء، واعلموا أن أناساً مندسين يخرجون في هذه التجمعات والتظاهرات هم الذين يخربون، هم الذين يقطعون، هم الذين يحرقون، هم الذين يعتدون. هؤلاء الأناس أو هؤلاء الناس ينفذون أجندات وأهدافاً لأحزاب أو لمكونات، قد يكون منهم الحوثة. هؤلاء مرتزقة، قد يكونون مرتزقة مع الحوثي، يثيرون الفوضى والقلاقل والفتن. حتى سمعنا بعض الشعارات أو بلغنا بعض الشعارات أنهم يطالبون بدخول الحوثي وأن يحكم الجنوب. عليك من الله ما تستحق، لا يهمك إلا بطنك وفرجك، لا تهمك عقيدة ولا سنة، ولا يهمك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يهمك زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعليك من الله ما تستحق، عليك من الله ما تستحق يا من تريد أن يحكمنا الحوثي. فهؤلاء مندسون معاشر المسلمين يريدون أن يشغلوا الناس بهذه الفوضى، يشغلوا الناس بهذه الفوضى حتى يسهل للحوثي الدخول، فيشعلون الأمور من الداخل حتى يسهل للحوثي الدخول. فاحذروهم غاية الحذر، فهؤلاء مرتزقة إما مع الحوثي وإما مع الإخوان. الحوثي والإخوان عملة وجهان لعملة واحدة. احذروا الإخوان، احذروا حزب الإصلاح، فما من جبهة فيها حزب الإصلاح إلا وحصل الاستلام والتسليم للحوثي من غير قتال ومن غير طلقة واحدة. رؤوس حزب الإصلاح زيدية، افهموا يا معشر المسلمين في المناطق الجنوبية، رؤوس حزب الإصلاح زيدية، فلا يهمهم أن يحكم اليمن زيدي أو حوثي. فاتقوا الله، اتقوا الله، حافظوا على بلادكم، حافظوا على بلادكم، حافظوا على الهدوء، حافظوا على السكينة، وقوموا بما أوجب الله عليكم من الصبر، الصبر على البأساء، الصبر على الضراء، الصبر على الجوع، الصبر على اللأواء. ولنتضرع لله عز وجل بالدعاء، ولنتقي الله عز وجل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولنطالب بحقوقنا بالطرق الشرعية، لا بالفوضى وإقلاق السكينة، لا بالفوضى وإقلاق السكينة. هناك إخوة لنا في الجبهات، هناك إخوة لنا في الثغور يدافعون ويقاتلون ويبذلون الغالي والنفيس. وهكذا تذكروا، تذكروا الدماء التي سالت، دماء إخواننا في حربنا مع الحوثي، دماء إخوة، دماء طاهرة، دماء زكية سالت من أجل دفع وإخراج هذا الكافر المهين. فكيف تطالب به اليوم أن يرجع ليحكم هذه المناطق؟ فالله الله في أن نكون صفا واحدا نقف في وجه هذا العدو الكافر. وهكذا الله الله لا نأتمن الخونة من حزب الإصلاح وغيرهم. الخونة، الخونة هم الذين سلموا البلاد في 2011 للرافضة، أشعلوا الفتن في المدن والقرى والطرقات، ثم سلموها للرافضي، وهم الآن في تركيا، وهم الآن في تركيا. يا عباد الله تذكروا ولا تنسوا هذا أبدا، وكونوا صفا واحدا في وجه عدوكم، واسألوا الله عز وجل النصر
فإن النصر من عند الله العزيز الحكيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكفر والمشركين أعداءك أعداء الدين.